من البداية. أرنولد توينبي كان يقول درست 52 نوع من المدنية وجدت أن أغلبها قد انهار عندما انهار فيها الجانب الأخلاقي. طب خلاص، طب احنا ليه نشبه، طب ليه أمشي وراء انهار الجانب الأخلاقي؟ في إيه؟ طيب من يقول أستاذنا الدكتور أنه الجوانب الأخلاقية لا ترتفع بها أمة ولا يقوى بها اقتصاد، بدليل أن الغرب خاصم الأخلاق في كثير من النواحي ومع ذلك هو في تقدم مستمر عظيم، لأن عنده قانون بشري ألزم به نفسه يحكم على الكبير والصغير. ففيه جانب، أنا قلت لهم في المؤتمر في ميلانو من سنتين، أنتم سوف تظلون على الساحة رقم واحد طالما أن العدل عندكم، وما أن العدل بدأ يتبخر من عندكم وتنظرون إلينا بمكيين معينة وتنظرون إلى العالم بمكيين معينة، هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود وإلى آخره، سوف ينفرط العقد. بقيت لهم قضية حفظ الحقوق والآدمية إلى حد ما، هذا الذي بقي لهم وهذا الذي أبقاهم. من يأتي الرجل يجلس على كرسي ثم يمضي إلى حال سبيله، خلاص كأنه موظف يعيش، يعني مواطنا يخدم الناس ويخدم المجتمع، هذه باقية عندهم. يعني فيهم بعض القانون يطبق على أي من يكسب إشارة المرور، لا فرق بين فلان وفلان، ده قصص معروفة. فإذا هذه كمية العدل الباقية عندهم واحترام القانون البشري الذي سنوه واحترموه، هذه تبقي لهم بقية رمق. لكن المفارقة عجيبة، عندنا قانون سماوي رباني أنزله من خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، لكن يوجد عدم التزام. وهناك في قانون بشري إنساني وجوانب القصور فيه لا تحصى، ومع ذلك في التزام، لأن عقولهم فيها شيء من الذكاء، فاتبعوا قانونا يوحدوا يعني وجهتهم، مسطرة يقيس بيها، متر يقيس به، وحدة قياس كما قلنا في حلقة سابقة. نحن ناكرنا قانون السماء، فأخذنا من الدين بضعة طقوس معينة تعبدية، يصبح الإنسان لازم يعمل عمره كل سنة ولازم يحج كل سنة ولازم يعمل كذا وكذا، ولكن لو طلب منه الشيخ محمد أن يزوج ولدين من أقاربه في الريف أو في الموظفين اللي عنده، يقول لك لا دي قصة ودي قصة، فهو لا يريد حتى في العبادة إلا أن يكون أنانيا، ويأبى أن يسعد الآخر، لأن السعادة إسعاد الآخر هذه الفريضة الغائبة هو لا يدرك عنها شيء. إذا أستاذنا الدكتور، الإنسان إذا ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى وضل طريق التوحيد، فهو إن أراد أن يبني لنفسه حصنا يتحصن به ويبني به عقيدته، فهذا الحصن أشبه ببيت العنكبوت، وإذا التجأ إلى ولي يتولاه من دون الله تبارك وتعالى، وإذا أنا توجهت إلى ولي إنما أتوجه إلى قوي يضرني إذا أراد وينفعني إذا أحب، يعافيني إذا مرضت أو يرفع عني البلاء إذا ابتليت. ولكن إذا كان هذا الولي الذي أتوجه إليه إن يسلبه الذباب شيئا، يعني لا يستطيع الوثن أن يهش الذباب عن وجهه، فربما احتاج إلى من يعبده. إذن الضعف هو المنظر المسيطر والحاكم على دنيا من اتخذوا أولياء من دون الله تبارك وتعالى. فاللهم لك الحمد على نعمة التوحيد، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. وفي ختام هذه الحلقة أتوجه باسمي وباسمكم جميعا بوافر الشكر والتقدير لأستاذنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، حفظه الله على الدوام وحافظ لنا علمه وبارك لنا في وقته، ومتعنا الله عز وجل بحياته ونفعنا بما سمعنا منه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يجعل هذه الأوقات العظيمة رفعة لنا في الدنيا والآخرة. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته.